إذا كانت إسرائيل مصممة على أن تسمي مدينة أريحا يريخو وتسمي القدس أورشليم وتسمي نابلس شخيم وتستمر في الاستيطان فربما يجب القول أنه هذه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تدمر فكرة الدولتين تدمر إمكانية إقامة الدولتين وربما كان على القيادة الفلسطينية أن تبحث عن خيارات أخرى ربما قد تكون أيضا جاءت لحظة الحقيقة علينا كفلسطينيين للبحث عن خيارات اخرى لانه لا معنى لدوله فلسطينيه دون ان تكون القدس الشرقيه عاصمه لها